نبدأ معكم نيل الأوتار. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس، وكل ذلك الكلام على الفطرة، كلام كل ذلك على أبواب الفطرة. الباب السادس: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، يعني هل هذا واجب؟ هل هذا مستحب؟ باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذه فيها دلالة أيضا على أنه لا أخذ من الشارب، إن كان يعني بظاهر الحديث أنه فيه الوجوب، كان العلماء أطبقوا على الاستحباب يعني فيه الوجوب، فقالوا إذن يكون الترك أو توفيره من الوجوب مكان. هو الحديث مرة أخرى: ما لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا الحديث ظاهره الآن أن الأخذ من الشارب واجب، أن الأخذ من الشارب واجب، أن كان العلماء كما قلنا جماهير العلماء يرون أن هذا على الاستحباب، إلا 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 إذا وجدت مضرة في ذلك بأنه اختلط بالطعام أو غير ذلك، فهذا هنا يأتي الوجوب. كان هذه العلة التي قال بها الإمام النووي في مسألة الحف، والحف كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا اليهود وخالفوا المجوس. جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. طبعا أصلا لا صح أن نقول بأن هذا الحديث نص في الوجوب من أجل مخالفة المجوس. توافقون أم تخالفون فتناقشون. أقول لا يقال بأن هذا الحديث نص في حرمة في 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 وجوب جز الشارب وإرخاء اللحية من أجل أنه قال خالف المجوس. هل هذا نص؟ هذا أنا أقول هذا ليس بنص. إما أن توافقوا، إما أن تخالفوا، وإما أن تناقشوا، فالمسألة إليكم. ماذا؟ في ماذا؟ قال: جز الشارب أرخوا اللحى خالفوا هنا، خالفوا اليهود النصارى، أو قال خالفوا المجوس. في قول خالفوا المجوس أقول هذا نص في وجوب جز الشارب وإرخاء اللحية. هل هو نص أم لا؟ فنقول هل هذا نص أم لا؟ هذا السؤال. هل لما نتعبد لأبي انقطع؟ أنا أعدت السؤال مرة ثانية. ما المطلوب يا إيمان؟ المطلوب يا أستاذة هو هل هذا نص؟ هل معنى في قوله جز الشارب أرخوا اللحى خالفوا المجوس هذا نص في وجوب جز الشوارب وإرخاء اللحى أم لا؟ بس هذا السؤال. عليكم السلام وبركاته أم خضر. نعم نص، ما الدلالة عندك؟ نعم نص، ما الدلالة عندك يا أبا عبد الرحمن؟ ما الدلالة؟ وجه الدلالة عندكم من النص. نعم الأمر الوجوب. لا أنت ما فهمت سؤال أم مريم. قلت ماشي الأمر الوجوب، قلت هل هذا الأسلوب يصح أن أقول هذا نص؟ هذا نص سكينة أيضا تقول مثل أم مريم في مسألة فيه أمر. أقول سؤالي فهموا ليس نص، لأن السياق سياق للفعل. لا ليس هذا التعليل صحيح. نعم حديث أمرنا ممتازة، هذا على الوجوب، لكن أنا سؤالي آخر. سؤالي جز الشوارب أرخوا اللحى، قلنا الأمر الوجوب، قالوا لا الأمر الاستحباب، قلنا لا هذا نص في الوجوب لقوله خالف المجوس والنار خالف المجوس. هل هذا صحيح أم لا؟ هذا هو السؤال بستمائة طريق الآن. أين المشاركات الطيبة؟ يعني نص عندك هو نص سيدنا رفع الله مقامك أمجد. نص مخالفة وعلى ذلك ولكن لا يستجل الأمر.
حيث هو نص مفهوم المخالفة هو نص في ذم التشبيه، نص 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 في الوجوب، هل هو نص في الوجوب أم لا؟ نص نص نص. طب خطأ خطأ، كل هذا خطأ، والصحيح أنه ليس نصا. شوفوا، من قال بأنه نص، من يقول أنه نص، لابد أن يقول بأن المخالفة واجبة في كل أحوالها. إذا قال أن هذا نص في الوجوب سيكون عنده وجهان، الوجه الأول الأمر، والأمر ظاهر الوجوب ما لم تأتي قناة تصرفه، وهنا أكد الوجوب بقوله خالف المجوس. هنا المخالفة إن كانت واجبة في كل أحوالها قلنا هذا نص، إن لم تكن واجبة في كل أحوالها فلا يكون نصا، والصحيح أنها ليست مخالفة في كل أحوالها. أردت أحدا أن ينظر بعين التفصيل والتقرير في ذلك، فرأيتكم جميعا بنظارات، ونظارات سوداء، لكن الحمد لله وجدتها بيضت بعد ذلك في الأوامر من عند النساء والرجال، لكن لابد من تمحيص النظر، تأمل تدرك ليست نصا، لأن المخالفة متنوعة. مخالفة ترجيل الشعر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفتهم في ترجيل الشعر ليست واجبة، هي مستحبة. مخالفتهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتزروا وتسرولوا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول، هذه مخالفة مستحبة ليست واجبة. فإذا ليست كل مخالفة واجبة، فلو كانت كل المخالفات واجبة لقلنا هذا نص. فهمتم يا حبيبي؟ هذا هو تأمل، هو الغزل في الأدلة أرفع ما يكون علما، وهذا الذي يميز طالب علم عن آخر. عامة قال جز أرخو، جز الشارب أرخو اللحى. وعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاته، عن أبو هريرة سيد المكثرين، وابن عمر من السبع المكثرين من العبادة الأربعة. عن ابن عمر قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشارب، أو نفس الأمر، وقال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما فضل منها. تكلمت أنا على مسألة اللحية والحلق اللحية والأخذ من طولها وعرضها قبل ذلك تفصيلا، يعني أرجو ألا تنكروا هذا، وأنا أعرف أنكم لا تنكرون هذا بحال من الأحوال. طيب أنا يعني أعيد إجمالا فقط بالكلام على الآن اللي هو سياق الأحاديث كلها في الكلام على مسألة الشوارب ومسألة الجز من الشارب، اللي هو حف، اللي هو الجز، أم ماذا هذا الذي يعني كان أصل سياق الحديث عليه. ومع ذلك سندخل إجمالا الكلام على مسألة اللحية ختاما للباب. أقول بالنسبة لمسألة الشوارب، فهنا في الحديث التي جاءت أحفو الشارب جز أرخو، هنا أحفو الشوارب، والحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، في قوله لا من لم يأخذ من شاربه هذه فيها دلالة على الاحتمالية، من لم يأخذ منه حفا، من لم يأخذ منه جزا، من لم يأخذ منه قصا. إذن الحديث الأول حديث مطلق ويعني فيه إجمال، من لم يأخذ كما قلنا من لم يأخذ منه حفا جزا أو قصا. نحن نريد الآن نرى الواجب هنا الأخذ منه، هل الأخذ منه أو المستحب؟ طبعا على قول الجمهور على المستحب، المستحب منه هو الجز أم هو الحف، الجز أو الحف أم هو القص، لا سيما أنه في الحديث قال أحفو الشوارب. ولذلك اختلف العلماء في حد ما يقص من الشارب، اختلف العلماء في حد ما يقص من الشارب، وهذه فيها ثلاثة أقوال كما نبين. الكثير من علماء السلف من جمهور العلماء قالوا بأنه مسألة الجز قد جاء بها الجز وجاء بها الحف وجاء بها القص، فلذلك جمهور السلف يقولون بالقص، جمهور السلف يقولون بأنها بالقص. وهذا قول الشافعي، وهذا قول مالك، وهذا قول الجمهور، وإن كان قول بعض الكوفيين وقول الحنابلة يقولون بأن المسألة على الحف والجز. ولذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا، احفوا وانهكوا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعني يحتاج إلى يعني النص فيه، بأن ابن عباس قال رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفي. وهذه طبعا الأحاديث التي جاءت منها الحف أحاديث فيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث صحيحة. إذن اختلف الناس والعلماء في ذلك، أما الشافعية والمالكية يرون بأن المسألة على أو الجمهور يرون المسألة على القص وليست على الحف، ليست على الحف ولكن على القص.
الأحناف وهو قول أبي يوسف وزفر كان ما دام في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. الإحفاء أقصر أفضل من التقصير. وخطأ على الشافعية أنهم قالوا بذلك، هم لم يقولوا بذلك، هم يقولون بالقص. طبعاً يعني ابن القيم نقل كثيرا عن الطحاوي عن غيره أنه قال رأينا المزني ورأينا الربيع يحفيان من الشوارب، وهذا على مذهب الحنابلة أيضا بأنه كان يحفي شاربه جدا الإمام أحمد، وهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ذلك قالوا بمسألة الجز والإحفاء، الأحاديث التي جاءت بالجز والإحفاء بأن هذه هي السنة إحفاء الشارب، واحتجوا بقول احفوا أنهكوا. والجمهور على أنه حمل الإحفاء على القص، الجمهور حملوا الإحفاء على القص، قص الشارب، لأن هذه لما قال 10 من الفترة 5 من المترة في قص الشارب، فقالوا الحف والجز الذي جاءت به الأدلة مطلقة هذه مقيدة بالقص، ويكون المعنى أن الحف والجز هذا على القص. وقلنا بأن قول المسلم لم يأخذ من شاربه هذا على الاحتمالية، على العموم، على الإطلاق، مجمل يحتاج إلى تفصيل. وقد توسط بعض العلماء منهم النووي وقال الجمع بين الحف والجز وبين القص، وأنا أراه أعدل الأقوال، وأن كان ابن القيم ينكر ذلك إنكارا شديدا ويقول أنه وخطأ أنه في ذلك، وأرى أن ابن القيم الذي أخطأ في هذا، وأن أعدل الأقوال في ذلك الذي يلم شمل وشعث الأدلة وأيضا يجمع شتات الأدلة، هو القول الذي اختاره الإمام النووي، قال بأنه الأخذ من الشارب هو يكون قصا ويكون حفا ويكون جزا. وكان ورد عن ابن عمر كما يفتل شاربه، وورد عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يجزوا الشارب إلا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورد عنه الجز. فقال ابن الإمام النووي توسطا بين قول الجمهور وبين قول الحنابلة وبعض الكوفيين من الأحناف بأنهم قالوا بالجز أفضل من القص، والجميع يقولون بأنه مستحب، الجميع يقولون بأن القص يجزئ وأن الحف يجزئ، الجميع يقولون بأن القص يجزئ وأن الحف يجزئ، إلا ما ورد عن الإمام مالك بأنه قال بأن الحف مثلى، قال بأن الحف مثلى الجز هذا الذي تراه على بعض الأماجد، يعني يفعلون ذلك، ما أدري هل وصلهم قول مالك أم لا. مالك يقول بأن هذه مثلى، وأن من يفعل ذلك عليه أن يعذر، يعني من لأنه الحق أنه قريب المرأة، يعني الجز هذا للنساء ليس للرجال بحال من الأحوال، يعني المرأة لابد أن تكون ناعمة، نعومة، يعني نعومة أنعم من الحرير يمر فيها الرجل، يعني يرى الطريق سالكا، لكن بالنسبة للرجل لا يكون كذلك، يعني الرجل لا يكون كذلك بحال من الأحوال، الأولى بالرجل أن تظهر خشونته، وهو ليس برجل إلا بخشونته لا بنعومته، وإلى المرأة معروفة بنعومته. فالغرض المقصود بأن الإمام مالك قال بأن الجز هذا اللي هو الاستئصال، الجز للشارب هذا مثلى يعذر عليه من فعل ذلك، لأنه فيها شيء من التشبه بمسألة، يعني سواء مع الإمام مالك في هذا القول صراحة في هذا الباب، لا الجز ولا الحف يعني يأخذ به. الصحيح الراجح في هذا الباب هو الكلام على مسألة القص، ولذلك أنه يقول من ألطف ما قال النووي وهو صحيح في ذلك بأنه قال أن المسألة على قص الشارب والجز والحف والإنهاك يكون فوق الشفة، لأنه صحيح لو وفر شاربه فوق الشفة ماذا سيحدث؟ يختلط بالطعام، وهذه علة ظاهرة جدا، ما أدري ابن القيم كيف ينكر على النووي هذا القول. وهذا القول كما قلنا من أعدل الأقوال، لأنه جمع بين شتات الأقوال، فيكون حفا ويكون ايش، ويكون ايضا قصا، فيكون على كل الشارب القص، على كلية الشارب القص، واما فوق الشفة فيكون الحف والانهاك وايضا الجز، وبذلك يكون جمع بين الدليلين. وهذا الجز كما قلنا لانه حتى لا يتشابه هؤلاء الكفرة الذين يوفرون الشوارب وعند الطعام ترى الطعام يلعق او يعلق بشواربهم، وهذه مسألة مقززة جدا في هذا الباب وايضا مضرة، فلذلك وقال الجز والإنهاك يكون فوق الشفة حتى لا تكون العلة الواردة يعني تعلق الطعام به، وأما بالنسبة لباقي الشارب أنه يقص، وهذا كفعل عمر على الأقل، قال المسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، قال يتبع أبي بكر وعمر يهتدوا يرشدوا
فهذا يعني هذا القول هو أعدل للأخوان. وإن كنا نقول بأن القول بالجز والحف قال به بعض العلماء من الأحناف والحنابلة، والقص قال به المالكية والشافعية وجمهور العلماء في ذلك، والجمع بينهما هو الأولى في هذا الباب. وكما قلنا هؤلاء رأوا هذا سنة وهذا سنة، المسألة ليست على الإنسان والوجوب بالنسبة للشارب، لكن الرجل يفارق المرأة في هذا، الرجل يفارق المرأة في هذا. ولذلك يعني الإنكار على الرجل إنكار شديد جدا أنه في هذا الباب لا يكون يعني ما يميزه من المرأة، لا سيما في منطقة في هذه المنطقة بالذات في هذا الباب. وقوله وأرخوا اللحى فيها دلالة واضحة جدا على إعفاء اللحية بل الإرخاء، وهنا يدل على إنكار على من أنكر إطالة اللحية، لأن هناك الآن يعني ظهرت لنا بدعة أخرى أيضا في الكلام على الإنكار على إطالة اللحية، ينكرون على من يطيل لحيتهم. وطبعا يأتون ببعض الأقوال بعض العلماء الذين يقولون في الجرح والتعديل، يعني يقولون بجرح من يطيل اللحية. وطبعا أصلا الإطالة إلى أن تنزل السرة تنزل، يعني أبعثوا لي بصورة قبل ذلك نزل الركبة، ماذا هذا؟ إيش هذا؟ ده أصلا المرأة التي ينزل شعرها إلى ركبتها أو إلى 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 ظهرها هذه يطير بها زوجها إلى السماء، هذا يعني خلاص لا 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 أقول أنها ستكون المرأة العجوز التي تطير بهذه المكنسة، لكن هي حقا الشعر تاج. فإن كان رجل يعني إذا كانت المرأة لها هذه الشعور تصل إلى ذلك، هذه من أنعم النعم على المرأة، أن شعر المرأة تاج، مغفلة من تقصر شعرها، لكن الرجل ليس كذلك. الرجل رجل، ما هي ما سبحان ربي العظيم، الرجل رجل. وبعدين اللحية يكون بذلك فيها ما فيها من الإنكار، لكن الإطالة المعلومة هي اصلا من السنه بمكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل مكه فاتحا بابي وامي عليه المغفر، وكان يلبس عمامه سوداء، ف يعني نزع المغفر وطأطأ راسه خضوعا وشكرا لربه جل في علاه، وهو يدخل الى مكه فاتحا فضربت لحيته صدره. فهذه دلاله واضحه جدا في اطاله اللحيه، اخاء اللحيه. ولا يقال بالوجوب بالأخذ من القبضة، وهذا خطأ وهذا قول شاذ، وفصلت القول فيه في الدروس الماضية. لكن إرخاء اللحية فيها إرخاء، هو الآن فيها إرخاء بقول سلم أرخوا اللح، لا سيما وأنا في هناك رواية عفوا أرخوا اللحى وخالفوا المجوس. المجوس كانوا يحلقون لحى، المجوس كانوا يحلقون. لما دخل هذا المجوسي عن المسلم فقال من أمرك بذلك؟ قال أمرني ربي. قال وأنا أمرني ربي بإعفاء اللحية وإرخاء بحف الشارب وإرخاء اللحية، وقال إعفاء اللحية. شوفوا أمرني ربي، وهذا أمر بالوجوب هو الآن، وهو تأسي بالأنبياء فبهداه مقتدي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكانت عائشة تقول الحمد لله زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر. فإرخاء اللحية من يعني واجبة، اللحية واجبة، والمسألة فيها خلافية، فيها خلاف، والخلاف فيها لا أستطيع أقول معتبر، لا أستطيع، لأن حتى الشافعية المعتمد عندهم ما يقولون بكراهة الحلق الشافعي نص في الأم على التحريم. أنا أقول نعم المعتمد في المذهب أن الكراهة، لكن هذا قول الإمام، والمتأخرون قالوا بذلك. أنا لا أقول، لا أنكر على المتأخرين طبعا، هم أفهم، لكن الحق الآن أنا لما أرد قولين، قول لإمامي يوافق النص وقول يخالفه، أنا أسعى وأقول المعتمد في القول الإمامي والمخالف للنص، لا خلي المعتمد وغير المعتمد والأساس والأس والركن الركين مخالف للنص، كل يؤخذ من قولي ويرد يطرح. سنعود عليكم أيها الشافعية بقول إمامكم الذي قال إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما يتراجل على الشافعي ويسأله مسألة فيجيب من معه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له تقول بهذا يا شافعي؟ يقول ما لي لا أقول به، أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط زنارة؟ وما لي لا أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما لي لا أقول بما يقول به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك هم اخترعوا على الشافعي أنهم قالوا بكراهة، واخترعوا على مالك أنه قال أنها سنة عادة، وأن هذه من العادات. أي عادات؟ أي عادات؟ وهي سنن الأنبياء، ويقول لابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ويأتي الدليل الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا، يعني هذا أرخوا أرجعوا، قال وفروا اللح. بل جاءت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم
في مسألة الإلحاح قال قال اعفوا أوفوا أرخوا أرجو قال ووفروا، وكلها تنصب في شيء واحد وهو ترك اللحية، وهو ترك اللحية، وهو ترك اللحية. ولذلك كانت من عادة الفرس حلق اللحية وتوفير الشوارب، فقال السلام بالمخالفة بإعفاء اللحية وحف الشارب، إعفاء اللحية وحف الشارب. وفي الحديث أنه قال بما فضل يعني هذا استدل به العلماء في يعني الرواية الأولى على الأغز على أن ابن عمر كان يأخذ بما فضل من لحيته، أن ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على هديه فأخذ بما فضل. اختلف العلماء فيه بما فضل بإيش بما فضل، يعني كيف توفير اللحية وأخذ بما فضل. الصحيح الراجح بذلك أننا لابد أن ننظر في فعل الصحابة الآخرين، وأيضا بما جاءت الأدلة عليه، وهو أنه الأغز بعد القبض، الأخذ من بعد القبضة بما فضل هنا، يعني من حيث يعني الأخذ من بعد القبضة، لأنه أخذ منه جاء عن بعض الصحابة ذلك. ابن عمر خصها بالحج، وذاك الإمام الحافظ بن حجر قال تأويل ذلك أن ابن عمر رأى بأن الرأس يعني يحدث فيها الحلق فيكون اللحية أيضا شعر، فتكون السنة على هذا الشعر. إذن دلالة واضحة جدا في هذا الباب على مسألة الأخذ من الشارب، وأيضا إبقاء اللحية وهو الأصل وتوفير اللحية. أما الأخذ منها يعني بالمالكية قالوا يؤخذ من طولها وعرضها تحسينا لها، وأنه رد على القاضي عياض لما قال بذلك، وإن كنا لا ننكر على من أخذ من بعضها إن كانت تحسينا كما يقول، ولكن الإرخاء وأيضا الإعفاء هو الأصل في هذا الباب. وكما قلنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما تقطع رأسه وضربت لحيته في صدره، يعني تعالى كانت كثيرة وفرة. ولذلك في السنن أبو هريرة يقول كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة السرية طبعا، كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته بأبي هو وأمي. وأما الأخذ من بعد القبضة قد ورد عن بعض الصحابة، عن ستة من الصحابة، وهذا يدل على الجواز. أما أن يقال بالوجوب فهذا أبعد ما يكون، أولا أبعد ما يكون لأنه مخالف لكلام، مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حياته كانت تضرب صدره، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا أرخوا أرجو فأرجعوا فوفروا، كل هذا مخالف له. لكن فعل الصحابة، ستة من الصحابة، ولا إنكار يدل على الجواز. من بعد القبض نعم، هذا بالنسبة لهذه الأحاديث. وأما بالنسبة للشارب كما قلنا أن جز الشارب ليس من السنة، وأن السنة هو الحف من الشارب، الحف. وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، منها الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد، وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن الخضاب بالسواد ورد عن بعض الصحابة أنه فعله، والخلاف فيها معتبر، وإن كان ورد حديث يعني غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. والخضاب بالصفرة تشبها بصالحين الاتباع، وهذا أيضا ليس مكروها، كلام ليس صحيح. تبيضها بالكبريت، ويعني إيش تبيضها بالكبريت هذه أنا ما أعرفها، أو استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم، وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر. ونتوى وتروعها إثارة للمروضة، هذه طبعا ده تخنس، هذا نتف الشيء سيأتي على الكراهية فيه. طيب، هذا الباب السادس. إذن هذه الأحاديث التي أوصت وأمرت باللحية والشارب، وتكلمنا عنها، وهذا طبعا خاص بالرجال، وإلا فالنساء شقاق الرجال في الأحكام إلا في هذا، وإن كان بعض العلماء قال بل في هذا فيه أيضا النساء شقاق الأحكام الرجال في الأحكام. كيف شطار؟ حتى في هذا قد نعم، حتى في هذا
كيف يا شطار؟ طبعا هذا السؤال للنساء طبعا. وإن طلبت الزوجة التحسين فواجب. عيوني لك يا يماني، عيوني لك يا حبيبي. كيف بقى تطلب المرأة التحسين؟ التحسين عندها أنه تكون يكون رجل ناعم كهي، تقول ما أنعم وجهك، ما أشرق وجهك. عامة وجهة نظر اليماني، عشان لا نبخسه حقه، وجهة نظر يماني، لا طلبت الزوجة التحسين فواجب. لا يا حبيبي، أنت تقصد الرجل ما تقصد المرأة. أنت الآن يعني كنت مكرت بنا. لا 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 لا، أنا لا أقول لك غير أنك الآن تحور وتكور حور اليمنيين حقا. عامة في الحالتين أنا أردت أن أعتذر لك بقولك لو كان للرجال، أن ابن عباس كان يترجل فيسألونه ويقول ولهن مثل الذي عليهن. الأصل بأن المرأة لا الصحيح الراجح أن القول في ذلك إن خرج لها شارب أو لحية، قال المجلد الطبري لا يجوز الأخذ منه. هذا يبقى جميل جدا بينهم الاثنين. شوف واحد فيهم بقى من الأسد المستأسد الذي يأمر وينهى. نعم، فهو قال إن خرجت، وكان شيخنا الشيخ محمد عطية حفظه ربي كان يقول بذلك، يقول نعم أنت تقصد، نعم أنا قلت لك هذا، فإذا لا حور ولا كور. هذا ابتداء يعني لمحته منك. كان شيخنا فضيلة الشيخ أطال الله في عمره وأحسن في عمره ومتع به، سيد من سادات المسلمين الشيخ محمد عطية، يعني كان بينقل لها كلام الشيخ الألباني، وأنه يتبنى كلام ابن جرير الطبري، يقول لو طلع لها شارب فقلت له سيطلقها أول أمس، مش بكرة، سيطلقها أول أمس. قال خلاص تحتسب الأجر عند الله. قلت له أنا تشرب ماء البحر، كيف هذا؟ أنا أتكلم نظرا. فضربني على رأسي وقال عندما يأتيك النص فلا تضرب له الأمثال. قلت النص مقيد بالفهم، يعني فقال فهمك يتقدم على ظاهر النص. لعن الله مصر المتنمس. قلت تعالى اللغة ماذا تقول في النمس؟ قال اللغة مع ابن جرير الطبري، النمس هو أخذ شعر الوجه، أخذ الشعر مطلقا. فطبعا الأخذ هذا توسع يعني عالي جدا، وجميع أهل العلم يرون بأن الأخذ من يعني من الحاجب هو النمس. لكن إيش الدليل الذي يكون لنا قوة نرد به على مشايخنا؟ إيش الدليل القوي في ذلك؟ فيه مثلة الحلق ولا الإبقاء اللي فيه مثلة؟ ممتاز والله يا أمجد، جزاك الله خيرا. سيب يا عم الليزر. يا أنت مستعجل جدا يا يماني، يعني مش عارف ليه الدخل عندك إمتى. جيد، العرف، لا سيبك من العرف يا حاتم، ليس العرف الآن. الصحيح في ذلك أن 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 شعر الشارب وشعر اللحية خاص بالرجال لا بالنساء. شعر الشارب وشعر اللحية خاص بالرجال لا بالنساء. فما كان خاصا بالرجال فلا صح أن يكون يعني للنساء. أما الأخذ بالليزر تعجيلا للفائدة حتى لا يموت أبو أسامة ونكون معه في المضمار، نعم لها أن تفعل ذلك. لا أن تفعل ذلك، وإن كان إزالة شعر الوجه وإزالة شعر يعني الرجل مثلا أو بعض يعني الشعر إزالته بالليزر إنه لا يخرج مرة ثانية، لها ذلك، هي لها ذلك، لأنه أصل ليس الأصل منها، يعني لها ذلك في هذا الباب، لها ذلك. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى في قول السلام من لم يخرج من شارب فليس منا. إذن هذه الحديث لها ما لها، السياق من المفسرات، قل السياق والسباق واللحاق من المفسرات، السياق والسباق واللحاق من المفسرات. شوفوا، أتحدى أحد يكون فاهم هذه الفائدة، اعطوني بفهمكم لهذه الفائدة، السياق والسباق واللحاق من المفسرات، لقوله من لم يأخذ من شريبه فليس منه. نعم،
لو تعيد، أعيد إيش يا سناء؟ أعيد إيش؟ ما أعرف. لو تعيد هذه مطاطة، يعني أعيد الدرس كله. قول عائشة رضي الله عنها الحمد لله زين. نعم. لا لا، الفائدة، الفائدة السياق والسباق واللحاق من المفسرات. قلت ما أحد فهم هذه الفائدة؟ لا لا لا، الفائدة نفس نص الفائدة، السباق والسياق واللحاق من المفسرات. في أحد فهم الفائدة؟ أقطع ذراعي. يعني جهاد جزاء الله خيرا قارب جدا الإجابة، أن البراءة في الحديث براءة، براءة من الشخص بل براءة من الفعل، ودل ذلك على أنه كبيرة. فهمت جدا الفائدة ووضعتها في غير موضعها، وضعتها في غير، وضعتها في غير موضعها. نعم. سيق لذم الحرمة والكراهة، سيق للنص، يعني سياق الذنب. بص، طاهر، طاهر فهلاوي ليبي، عشان الولد شرب من مية اسكندرية، وهو طبعا عايش في ليبيا وحواري ليبيا، عنده فهلاوة غريبة جدا، هو يقارب جدا الإجابة لكن لسه ما وصل إليه. سياق النص والإمارات، نعم يا حاتم، لكن أريد الفائدة. همة من فلاس زادك الله قوة، قول ليس منا، كيف لفعله. وافقت سكينة جهاد. نعم. ما زلت أنتظر، ليست هي. لذلك، لذلك أتجرأ أقول أقطع ذراعي لو أحد يعني استطاع أن يبرز لي فهمه لهذه الفائدة، أن السياق يوضع أن مخالفة الهدى والنصارى ليست واجبة. يعني هذه فائدة أخرى، هذه يعني ما قالته أم مريم فائدة أخرى، لكن ليست التي أريد. طيب خلاص، إذن سأصل. هذه يدلك على أن قول السلام ليس منا، ليس منا، نعم هذا صحيح، هذه فائدة أخرى أم مريم. ليس منا، أن ليس منا ليست على بابها الأصيل في أنها البراءة من الديانة. هي قد تأتي براءة من الديانة، تأتي براءة من الفعل ليس من الشخص، قد تأتي على كما على 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 الكمال لا على الواجبات، قد تأتي على الكلماء الكمال لا الواجبات. فتكون البراءة هنا ليس منا، هنا ليس منا، يعني ليس على كامل هدينا. من غشنا فليس منا، يعني ليس على أمرنا، ليس على هدينا، مفهوم. لكن هنا في الشارب ليس على كامل هدينا، وهذه المهمة جدا. نعم قلت لفعلي ولم تفسري، يعني انت اذا انت تكوني سارقة، تريدين ان انا اجلي اجابتك باجابتي. اعرف انك قطعت نصف الطريق يا سكينة، لكن كان لابد ان انا اعطيك النصف الاخر عشان تصل. وجهاد ما قال ذلك، ايوه كمال طريقتنا، هل هذه اجابتك الاولى يا جهاد؟ ليست، ليست، قلت دخلت وبعد ذلك بعدت، نزلت بها غير المنزل، كامل الهدي كما قالت ام خاضر. هذا صحيح، هذا هو. وهذا يجعلك تستفيد جدا من هذه الابواب، بحيث ان انت اصلا ترد فيها على اهل الجهاد، على اهل على اهل الضلاله والبدع. يعني انت كده بهذا تستطيع ان تضع شيء في موضعه وفي نصابه، لا تتاثر بقول الخوارج، ولا انت نازل قول المرجئه، وتدور مع الشرع وفهم الدليل حيث دار، وتدور مع الشرع وفهم الدليل حيث دار في هذا الباب. طيب ممتازين. الفائده الثانيه، سنية المخالفة، سنية المخالفة، وخالف المجوس، خالف اليهود النصارى. شوفوا، أنا أريد أيضا فائدة ثالثة، وأن المخالفة ردا على من يحجر المخالفة اليهود النصارى على المخالفة في العبادة فقط، بل المخالفة في الهدي الظاهر أيضا، المخالفة في الهدي وفي الثياب وحتى في السير. لأن البعض قال أن المخالفة التي جاء بها الشرع هي المخالفة في العبادات بس فقط، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. نعم. الفائدة التي تليها، تقييد النص بالفهم، وهذا فيه نظر أصوليا، تقييد النص بالفهم وهذا فيه نظر أصوليا.
تقييد النص بالفهم من وين يا شطار؟ هذه الفائدة من وين؟ تقييد النص بالفهم من وين؟ تقييد النص بالفهم، أين أنتم؟ أليس هذا غزل في النصوص؟ أما لكم في السير في هذا المضمار؟ الحمد لله. لا لا، ليس كذلك. ما نفعتش الفهلاوة طاهر الآن، ففهم حد الشارب واللحية بفعل ممتاز ممتاز يا حاتم، بفعل ابن عمر وفعل ستة من الصحابة، ممتاز يا حاتم، هذا هو. يهديكم الله ويصلح بالكم سيدنا وإمامنا شيخ أمجد، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزيتم الجنة. نعم نعم، فعل ابن عمر وفعل الصحابة كما قال حاتم خالد بن مريم، هذا صحيح، هذا صحيح. لو في أي سؤال تفضلوا. يقول عمة البلوى بحلق اللحية والإسبال، فما العمل؟ العمل لابد من الإنكار وإلا سينزل الغضب. ده إذا عمت يبقى عمت حقا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم أرى في حقل الدعوة. ماذا تقول يا شيخ أمجد في عقل الدعوة؟ في حقل الدعوة فيها هذا؟ لا إله إلا الله، يغفر الله لنا ولهم، يغفر الله لنا ولهم، يغفر الله لنا ولهم، يغفر الله لنا ولهم. ماذا تقول؟ التغافل والصمت لا يجوز، لا يسوغ التغافل والصمت، بل العقوبة تنزل عامة. كيفية الاختبار تعلم ان الاختبار كيف سيكون يا حاتم؟ الاختبار سيكون تحريري، والاختبار مع فتح الكتب، وايضا انا اجيز التعاون على البر والتقوى، يعني يبقى في تعاون بين 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 الاخوه، لان انا اصلا كل الورقات اللي بتاتيني يعني اختبار جالي 50 ورقه، مش عايز منها غير نصف ورقه بس فقط، اشوف فاهم ولا لا، عنده حقا ملكه الطلب ولا لا، فقط هذا الذي اريده منه. ما حكم الدماء؟ ما حكم الدماء بعد 60 يوم؟ هل تعتبر حيضا؟ وإن أتت فقط اليوم واحد وتوقفت بعد هذا عندما طهر؟ تقصدين يعني بعد النفاس، يعني بعد 60 يوم نزل دم؟ شوفي، هذه أنا الخلاف في العلماء أن أقصى مدة الحيض مدة النفاس بين 40 و60. طيب الشافعية والملكية رونا أن أكثر مدة للنفاس 60 يوما، وهذا هو الراجح من الواقع موجود. أما حديث أم سلمة كانت المرأة تجلس، ما قالت تجلس، تجلس، لو قالت تجلس كنا قلنا هذا لها، كانت المرأة تجلس 40 يوما في نفاسها، الواقع أثبت أنها تجلس 60، يبقى إذن المسألة كلها على الواقع، فأغلبه 60 يوما. فإن نزل الدم بعدها فتنظر المرأة إن كانت حافظة لعادتها، وكان هذا اليوم هو اليوم من عادتها، فتحسبه من العادة، فتحسبه من العادة. وإن كان ليس من يوم عادتها فهو استحاضة. وإن كانت لا تعرف تنظر، تبقى ممسكة على أنه حيض. فإذا عبر، إذا انقطع وانتهى، علمنا أنه يعني من الاستحاضة. وإن كان لون جاءها وكانت مميزة، يعني جاءها مثلا يعني حمرة شفافة على غير أصل الدم الأسود، فهي تكون مستحاضة لأنها مميزة، تميز هنا، مفهوم؟ وإن استمر معها الدم إلى 70 يوما إلى 75 يوما، إذا نزل على نفس وتيرة الحيض فتحسبه حيض، إلى أن تنظر إلى متى يمتد. فإذا نزل عليه يوما يومين ثلاثة وانقطع ورأت الطهر، هذه كانت حائضا بعد النفاس. أما إذا استمر تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى الخمسة عشر يوما، فلو عبر بقى 76 يوم، إذا هي مستحاضة وتعيد وتقضي 15 يوم صلاة وصيام في هذا الباب. أرجو أن يكون اتضح الأمر. يستندون يا شيوخ يقولون بذلك، أين الشيوخ الذين يقولون بذلك؟ وأقول لهم لو أردتم أتيتم بعشرة نأتيكم بألف، المسألة ليست دائرة على أقوال الرجال،
المسألة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصب الخلاف سفاتا بين الرسول وبين قول الفقيه. إذن الكلام على قال الله قال الرسول، أوفوا أرخوا وفروا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قائد في ذلك، وما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أبو عبد الله يقول هل تسمع لشيخ هشام بن فؤاد الليبي؟ لا لا أسمع. ما حكم من يحلق لحيته للعمل؟ هذا يعني غفر الله لي وله، وكان عليه أن ينمي التوكل في قلبه. الرزق الذي لا يرفع لا سيأتي كالموت أنه سيأتي، لا يجوز له ذلك. قالت عندنا في المغرب الدولة تمنع اللحية بالنسبة لمن يشتغلون في الأمن، هل يؤتمنون؟ نعم يؤتمنون، لأن البلد أمان البلد بهم، لكن هم بذلك يكونوا قد يعني وقعوا في المعصية. نعم يؤتمنون يؤتمنون، لكن وقعوا في المعصية، عليهم أن يتوبوا من هذه المعصية ويؤتمنون. نعم الشيخ الفاضل أقصد هل يعذرون؟ لا لا يعذرون، لا يعذرون، خالفوا النص الصريح. إذا قالوا نحن نقلد الشافعي ممكن يكون لهم العذر في ذلك، لكن لم يقولوا بهذا لا يعذرون. هل يأسمون تقصدين؟ أنا حسبت يؤتمنون. نعم يؤتمنون طبعا، يؤتمنون وحماية البلد فيهم، لكن مع عصا يستغفرون. يأسمون؟ نعم يأسمون بذلك إذا 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 كانوا يعتقدون وجوب اللحية. أما إن كانوا لا يعتقدون وجوب اللحية ويقولون الشافعي قلب الكراهة، فالذي لا يعتقد وجوبها لا يأسم، والذي يعتقد وجوبها هو الذي يأسم. لا تسأل هذه الأسئلة يا أحمد، يعني إحنا أصلا لا نمنع أحدا أن يسمع أحدا من أهل العلم إذا كان من أهل العلم، إلا إذا كان مبتدعا ضالا ظهرت بدعته وقد لاحت في الأفق، لكن إن لم يكن فلا، إن لم يكن فلا. طيب نحن لا نريد أن نكون كقطاع الطرق الذين يقطعون الطريقة على العلماء على طلبة العلم أن يصلوا إلى أهل العلم. قطاع طرق كما قال فيهم بعض علماءنا من الرياض ومن غيرهم، قال قطاع طرق، لا تسمع لهذا ولا تسمع لهذا، لما هذا لما هذا لا تسمع له؟ شعره أبيض والثاني شعره أصفر، وعندنا الشعر الأبيض مبتدع وشعر الأصفر فيه فسوق في سوق، والشعر الأحمر فيه هذا الذي نراه الآن، تفسيق وتبديع على غير سنة واردة، على غير علم ممنهج، على ثقة للعلم غير موجود. ثبت العرض ثم انقش، ثبت البدعة بالكتاب والسنة ثم اثبت لنا بأنه قيمة الحجة عن شبه وأبى، أو أنه رجل يتبع هواه ليس متأولا، فنقول خلاص انتهى الموضوع الحق معك. لكن هكذا جزافا، هكذا ما في حتى ورق الشجر صار مبتدعا، ما في شيء، ما في الهواء والنسيم الذي نشتمه صار مبتدعا. فأنا أرجو عدم يعني الأسئلة عن هذه. نحن لا نقول لأحد لا يسمع لأحد إلا إذا كان مبتدعا ضالا ظهرت بدعته وعلمنا أنه يتبع هواه وأنه يؤصل للبدعة وأنه يخالف السنة، هذا الذي نقول يمنع منعا باتا. نعم.